في مقابلة حصرية مع مراسلنا في هولندا، أعرب الثلاثي المغربي المحترف بنادي أوتراخت ناصر بارازيت، ياسين أيوب وسفيان مرابط عن خيبة آمالهم لعدم استدعائهم للمشاركة مع المنتخب المغربي على الرغم من تألقهم اللافت مع فريقهم في الدوري الهولندي. برأيي لدينا لاعبين جيدين في المنتخب المغربي، لكن المشكلة يكمن في الغالب في كوننا لا نسجل الأهداف. وناصر بارازيت مهاجم جيد، تسديداته ممتازة، وأعتقد بأنه بإمكانه تقديم الإضافة في المنتخب. كما هو معلوم في إفريقيا يعتمدون كثيرا على العامل البدني والقتالية، وهذا الجانب أيضا متوفر في ناصر. إنه قوي جدا، وبالتالي أرى بأنه لن يجد صعوبة في التهديف. أنا لم أخفي رغبتي في الالتحاق بالمنتخب المغربي. في الماضي عندما كنت ألعب لمنتخب هولندا للشبان كما يفعل ياسين الآن، كان بإمكاني اللعب للمنتخب الأولمبي المغربي، لكنني كنت في تلك الفترة منشغلا بالانتقال من الدوري النمساوي صوب موناكو. ولكن وفي كل الأحوال ومنذ سنوات وأنا أرغب في حمل ألوان المنتخب المغربي، ولكن لم يحصل ذلك حتى الآن، وأعتقد أنه علي الاستمرار في العطاء على أرضية الميدان وانتظار استدعائي للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي لم يتصل بي إلا في مناسبة واحدة للعب مباراة ودية، لكن لم تكن تلك الدعوة جدية لكي أقرر الاختيار بين حمل القميص المغربي والهولندي، لا سيما وأن الأمر كان يتعلق بمباراة ودية. ألعب الآن في المنتخب الأولمبي الهولندي، وفي غياب دعوة من المنتخب المغربي فإنني سأبقى ألعب للبرتغالي. وفي الحقيقة هنالك بعض الإشاعات تقول بأن مدرب المنتخب المغربي يميل أكثر للاعبين المغاربة الناشطين في فرنسا، وقليلا ما يهتم باللاعبين هنا في هولندا، وهذا أمر مؤسف.